سيداتي سادتي انتباه من فضلكم هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح المرجو عدم استعمال لغة الخشب شكرا على تفهمكم وعلى بركة الله مرة أخرى بدون لغة خشب دائما بدون مواد حافظة القاعدة في بدون لغة خشب رمضاني كيسول شنو بغاو كيف بغاو والضيف كيجاوب شنو بغا وكيف بغا انما لابد يجاوب بدون لغه خشب بدون لغه خشب هذا اليوم الله يتغمل بلوها رئيس فريق الرجاء الرياضي الدكتور عزيز البدراوي عزيز البدراوي شكرا لانك معنا اليوم بدون لغه خشب شكرا الاستضافة والله العظيم لا درويش ها في الواقع كان كن كان عض <تصفيق> <تكلم> <تصفيق> <تصفيق> بقيت شاكوش غتجي ما غتجيش كيف غندير اذا ما جيتيش ولكن بقيت في كلمتك الصراحه عندي ما يتسالك في هذه قلت لك غنجي شوف بالحاحك بالحاح آه وشهور وانا تابع لا باش نقول لك بالحاحك لانه كاين اللي ما بعدا ما انت سيرتو مع جمهور الرجاء عندنا حنايا علاش اخويا اه وتسبيكي مره مره آه. آه. ولكن آه مؤخرا آه درت عقلي <applause> لا بحال دخلت في سوق راس بعيدا حتى راه شنو كيدير ولكن زمان انا اللي قلت لك ديك المره باللغه الخشب انا ما عنديش داكشي باش ما وبالحق برمامة. ما عندكش لغات الخشب. أعرف الخشب لغه الخشب عرفت كتجيبو نتوما اللي كيقولوا واقيلا الخشب بس تقول لي ما استعملش معايا هذيك اللغه واستعمل معايا <applause> شي اخر انت ما عندكش الخشب وغنقولوا لك عاوتاني بقى بدون خشب وكيعطي شحال واحد باغي فيك الخدمه وشحال من واحد اتصل بيا كيقول لي سول عزيزه هذه سولوا هذه وقول لي هذه المهم عاونوني في الحلقه شتي سير غير الكومونتير ديال شي بيبليكاسيون ديالي ولا شي حاجه بصح وغتلقى الاسئله كاع اللي باغي يسمع بنادم تجاوب حتى تعيا واخا آه. نهضروا ثاني ما نسدوش كاع دوك ولكن انا انا معك ايوا نحاولوا نديروا هذه السويعه ديالنا هذا النهار نشوفوا مرحبا ها هو قول لي مين غنبدا معك كيف ما قلتي بزاف ديال ديال الامور كي غندير داكشي الشيء كثير 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 آه. مين دم مين الصينيه يب... جبد قول اخويا ماشي هادي اه الصينيه والبراد ولا <applause> بلا براد <applause> الصينيه الصينيه الالكترونيه الرجاء معانا أشهد الحالة وصلت لها الراجة الخضراء العالمي ولا هذه الصينيه هادي الهضره ديال شي اللي هاد هادي ديال راجا كونيكت ديال شي الجزء ديال المشوشين الى كانوا يقدروا يكونوا كاع تتصلوا بك حتى انت سي رمضاني ولا جبد اول حاجه انا <applause> بدون لغه كما جات المبادره، اول جاءت من عند الجمهور لدرجه في الاولى انا ما كنتش باغيها آه. أن اننا وبلاتي قولي ماشي هي هي راه اروع ما ممكن يدير أو يعبر به الجمهور الانتماء ديالو ولا المسانده ديالو للفريق ديالو خصوصا في الفرق اللي اليوم جميع الانديه الى استثنينا واحد ثلاثه جميع الانديه تعيشوا. ازمات ماليه خانقه ومنهم الانديه الكبرى الا بركان سبحان الله بركان اسمح لي نقول لك بركان من ذوك الناس اللي عندهم سمح لي بروبليم اسمح لي اللي ما عندهمش مشاكل لي فار أه الفوس صافي الفيس على قدو أه، توارق أه، راك شتي جمهور الرجاء قداش آه. الا درتي انت دابا خصك يكون قد هذاك الجمهور الا درتي إيه شي حاجه خاصها تكون دو لا طاي ديال هذا البيبليك هذا نفس الهضره ما نقزم حد ما نصغر ما نكبر حتى شي واحد ولكن اليوم آه. الرجاء تعيش ازمه ماليه على غرار الاخرين ولكن عند الرجاء كاينه بحده ازمه كاينه ممنوعين من الانتدابات ممنوعين واحد عداد الانديه ممنوعه من الانتداب وكاين اللي سكت الفرق اللي بين الرجاء وبين الانديه الاخرى <applause> هي الشفافيه اللي كتسير بها اليوم اليوم تنعرفوا دخل اربع دريات تنقولوا راه دخلات خلصنا مستشهر خلصنا سنين مع <applause> مستشهر راه خلص راه عندنا منخرطين ولو فيهم بعض الفئه اللي الله يهديها مي البقيه راه عندنا برلمان اللي كتعرف المنخرطين راه كاين انديه ما تتعرفش حتى المنخرطين ديالها شكون ولا عندنا برلمان عندنا اللي تيناقش كيطرح اسئله عندنا مشوشين بحال المعارضه داك تقريبا بحال الانظمه السياسيه <applause> معارضه مخبيه وكاين المعارضة المكشوفه وكاينين المناصرين هذا كله رجع لك لهذا اللي سميتها السينيه انا اسمي هذه الكلمه بعدا او تعبير تبخيص المبادره ديال رجا كونكت <applause> اللي لونساتها رجا لاول مره انه الى عطيتي درهم للراجا كيبان ما كاين اللي هي اليوم حطينا الجمهور قدام المسؤوليه ديالو الجمهور اليوم يطالب بالانتدابات يطالب بال وانتدابات تكون موازنه في المواقع الخاصه اللي عندنا وفي الوقت اللي حنا كينزلوا علينا احكام من الفيفا من الجامعه مهم. احكام اللي لا علاقه لها بهذا المكتب المسير من المكاتب اللي سبقات. كيطيحوا علينا وكيبلوكيونا حنا دابا الفيفا والجامعه كيتعاملوا بواحد الصرامه خاصه بواحد نوع خاص مع 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 الانديه ما بقيتيش كيعطلوك في الحكم ما بقيتيش الى عندك قانون هو هذا ما كيظلموش بعدا لا ما كيظلمش بيان سور راه كيتسال على هاد اللاعبين اللي دعاونا ما تيسالوناش كيتسالو كيتسالونا آه. واش كذبوا علينا ولكن لا جيستيون توصلنا لهاد الاحكام هي اللي ما دارتش واخا السي عزيز البدراوي واش ما كانش حل اخر عندك انت عزيز البدراوي من غير انك تستاجب للجمهور ودير هاد المبادره كي... مع العلم وكاين تصريح ديالك سابق كنتي كتقول انا ما عمرني ندير هاد الشيء ديال عون الفريق لا ماشي ماشي تصريح اللي كيقول هاد عون الفريق بالمفهوم هذا راه اللي تيقول عون الفريق راه هي داك التبخيس التعبير اللي تيهبطنا للسينيه ولا ولا دارت ولا عاون الفريق هذا راه واحد لا كونتريبيسيون بان كارت كتاخذها اللي سميتها راجا كونيكت وكاين اللي تيقول لي حنا راه ما عارفينهاش كتاخذها اللي مني كتاخذ هذيك لاكارت كيتخول لك انت واحد الامتيازات اخرى نرجع لك للطرق واش ما كانش عندي سؤال ديال كاينين حلول الاولى هي عزيز البدراوي لا كونتريبيسيون ديالو اون كنت عارفين معولين عليك باش تجي تعاون فلوسك ولا جيت وعاونت ولكن داك الشيء راه كثير تقدر تقول لي عزيز البدراوي من اللي جيتي شحال حطيتي في الرجاء جوج المليار و300 مليون من فلوسك فلوسي الخاصه جوج المليار من جيبي و300 مليون 300 مليون 23 مليون دو ديرهم وغادي ينعن... غادي يشوفوها هذا اللي ف... كيتسمى الزبل ديال الفلوس ولا فلوس ديال الزبل <applause> دابا سمعني انت كي بغيتي اللي تيعرف عاوتاني القضيه ديال مول الزبل مع تك... خدم. رقع رقع على خوتنا اللي العزيز بدراوي راه تيخدم عنده 67 شركه قوس عليا لا 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 لا, 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 لا. زيد خدامين في واحد الهولدينغ زازيا هولدينغ اللي جامعه واحد مجموعه الشركات اللي كتشتغل في, ال... في النظافه في التدبير في المغرب وفي افريقيا مالي وكوت والسودان آه. اللي كتشتغل في ال... انتاج اللحوم الحمراء وانتاج الحليب كاينه ساشا كاين المراعي الشاويه كاين ضروري من الحليب تا دابا كاع واش غدير؟ انت دابا تزيد تزرني لا غيقولوا لك ذوك اللي ضدك كدير لهم ديماج <applause> شنو عنده شي مشكل فيه هذا راه الرجاء العالمي المهم جوج أه. المليار و300 أه. بالله دابا هشام كيتمنى انا ما انا ما ندخلش مقارنات ولا لا زعما حتى هو كيقول انه اللي بغيت يعني خليني نكمل ليك تفضل سي عزيز الحل الوحيد كان هو التدخل ديالي انا البورتفاي مي حتى لين تتشوف الاحكام كثار كتشوف يد وحده راه ما تتفقش الا كنت جايب الفكر اللي كنقول انايا السنه الاولى راه كان طرح عليا واحد المنخرطه ديالنا واحد السؤال نهار ترشحت نهار أه تنصبت رئيس أه. بالمنخرطين قال لي راه سمعنا غادي تعطي واحد دار بعض المليار واش غادي تقرضها كل عام مليار وتثني مع اوزون من الشريء المجموعه ديالك مينيه. اتفاقية ليش قلت له لا سمح لي شكون اللي قال انا قلت انا نعطي المليار شي واحد يعطيني نسمع هذا التصريح هذا ولا انا جاي قلت كنقول غنعطي مليار 4 المليار واش انا شاري المنصب ديال رئاسة انا ما شاريش المنصب ديال يعني جوج المليار و300 واش عطيها مسلفها هي أه كتدخل هي أه. هي راح كانوا رؤساء قبل من بعد قال لك كانت تسألوا الفريق لا لا انا نقول لك انا نقول لك كاين النظام اللي كان <applause> اللي دخلت كان نظام الجمعيات هذا العام الجامعه كانت صارمه الشركه اللي ما دارش الشركه ما الله لعون. يعاونو ما نهضروش معاه مني جيت انا نقلب على الشركه كانت باقا فيها بسميه الاندلسي اعتصنا به مشكورا دار لا ديميسيون ديالو كان عنده واحد باقي كيبان في الوراق ديالها سي جواد زياد اتصلت به حتى هو دار لو نيسيسير باش رجعات الشركه للرجاء كنا خدامين في لاسوسياسيون من يلاه جيت كان خصني نخلص اللعابه دوك اللي انتدبت كان خصني نخلص دوك اللي باغيين يحطوا الشكايات وكنفك معاهم بالودي هذوك بالشك ديالي ديريكتومون ملي كتعطي بالشك ديالك ما كيتحسبش ليك ها هو في البيلون غتقول ولكن واش غترجع انا حتى في الجامعه قلت لهم شنو هي الصيغه اللي ممكن قال لك اللي عطيتيها من جيبك راه ما تدوش وين انا تنجري ضد كما تيقولوا ضد عقارب الساعه انا كنجري كونتخ لا مونتر باش اسابق نتص... نت... الزمان باش يوقع معك هذا اللاعب ما يهربش لك الاخر مخبي كنت نخلص بلي ديالي مني ولات مني ولات الشركه, الشركة وليت كندير فيرمون من الحساب ديالي باين عزيز البدراوي ا شركه الرجاء عزيز البدراوي ولا هادو باينين كيشوفات هما اللي ممكن تهضر عليهم واش طرد الفلوس واش هي دين او لا م -م. دون ع... عطيتيها هبه شحال قدك تعطي جاي انت للرجا غادي تخلص قول في هذا الموضوع ديال واش هبه او لا أه. ماشي هبه دخلوا الفلوس واحد الفتره من خرجنا داخلنا... طرحنا لي كارت دخلوا الفلوس ديال ذاك المستشير دخلوا واحد الفلوس م -م. في الوقيته هادو اللي واش ناخذ هذوك من هذوك الفلوس نبدا نسترجع وانا عارف مازال قدامي اكراهات ماليه اخرى ما خديتش كاين اللي غادي يسول يقول كاين اللي تيقول راه خدا الفلوس ولكن جوج المليار و300 زعما هذا الشيء كله حبا في الرجاء وشنو خويا اش بغيت ندير بها؟ وبزاف شي مصلحه زعما واقيله شنو غيكون اش غادي من هذه المصلحه هذا شنو غادي؟ ما عرفت شنو غادي منها؟ دير تسرق فلوس الراجل شنو غتدي منها شنو عندها كنحاول نفهم لا انا نفهمك يسولني كيما بان نعطيك قال لي تيقول لي غتستافد من راجل شنو في لو ديالي مثلا با... شنو غادي يعطيك انا تنخدم في البلديات الجامعات اش يعطيني الراجل ولا نهاية. انا تنخدم تنبيع تنبيع الحليب وتنصايب اللحم ولا تندير لوطيل شنو غتخدم لي الراجل ما عندها صيفط اه وي حب <سؤال> آه. هذه هي اللي دير لها حب الجماهير دابا انا جاي عندك في الطريق آه. آه، في الطوموبيله جيت صيغة انا بعدا شحال هادي ما صقت بوحدي في 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 كازا كازا <سؤال> 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 والناس البدراوي شتي وانا طالع عندك العماره هذاك الكلوب تيلعبوا الرياضه والناس كيشيروا ليا وكي محبوب الجماهير هادي وكاين اللي باغي فيك الخدمه شوف غنرجع الخدمه غنرجع للقضيه ديال الازمه دابا انا شوف راه ما كنفهمش في الرياضه لا ما كملتش لك اسمح لي كمل لي تفضل لا غير نقول لك سير دونك قلتي لي واش ما كانوش شي حلول اخرى باش yeah. ما ديرش هذه القضيه ديال mm -hmm. راجا كونيكت كان لا mm كونتريبيسيون -hmm. ديالي درتها وكان كنوجدوا دي برودوي اللي لونسيوهم باش نيفيت لونسينا ديك لي كارت دابونمون ولكن mm -hmm. ما يمكنش تلونسي كل شيء صيفطنا 16000 تباعت mm -hmm. و اللي خلصنا منها لي طرونش ديال اللعابه في واحد الوقيته اللي خلصنا منها لي سالير باش تعرف اللاعبين دراجة أجول خالصين ما كيتسالش حد دابا اللي كيلعبوا لا اللي لي سالير ديالهم صعيب اللي هما اللي كيحطوك في اللي مع الجامعه م -م. في الوقت اللي انديه اخرى مازال ما خلصوش ثلاث شهور ولا شهور ما تيهضروش الناس اللي تيتبان ليها غير الرجاء كاين شي صحافه تيشوفوا غير الرجاء كيتغداو بها يتعشى ماده ايوا راه السينما عالمي هذا كيش غنديروا فرقه كبيره تبارك الله والجمهور كبير سي نورمال يهضروا عليها الناس والبدراوي من اللي جاوا هذه غير لا هي لا ماشي لا هذه غير هي غير نقول لك كاين شحال من مشاكل اللي في انديه ما تيهضروش عليهم اه ما عندهمش في البدراوي فضايح في شوف فضايح وقعات في, في المونديال ولا كل شيء مكليبسي <applause> كي ما نعرفيش يطل واش يقول ما يقولش هو كي درت التمريرات الجانبيه دابا الشيء اللي عاود ثاني كي لا غنرجع لهذا الشيء ديال المونديال ودابا غادي نلونسيو حنا كنتسناو اسمح لي لا كنا كنتسناو لونسيو لي برودوي اللي بغى الجمهور قال لك لونسي لنا الحوايج نشريوهم لي توني لي شارب لي برودوي دو راجا كان عندنا ذاك المول الحوايج لي مونتي اللي <applause> كان خصو نورمالمون تعطل كان خصو يعطينا واحد لو شيك كان خصو يكيبي دابا يمولنا باش لي شوب ديالنا باش يتباعوا ما دارش صرفنا لي ثلاثه ديال لي ميزون دو مور دابا فون كومونسي ا بيغا... حنا نسمعوا هاد الشيء كامل رجعوا للازمه سي عزيز بدراوي انا كنسمع الهضره بزاف في الرجاء عندها ازمه عندها ازمه عندها ازمه انا بغيت تفاصيل وخلو. شنو هي هاد الازمه اللي عندكم شحال عندكم شحال ما عندكم شحال كيتسالوكم وزيد 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 انا نقول لك كاين عندنا الاحكام <applause> <applause> الاول لو غون ما نهضرش لك على اللي عند الجامع مثلا حنا كتسنى 6 مليار ونص ديال ليير وكانت القديمه اللي واللي الضرائب جاو داروا لنا الحاجز على اسهم الشركه حتى لو بغيتي دير ذاك لوفيرتيغ ديال الكابيتال ولا دير ذاك لوفي متحرك. لوفي دو فون باش نعيط على مثلا خليجيين يدخلوا في الرجا هما سيزاو ذوك الاسهم يجي واحد يدخل يشري اسهم ما عندوش ما يمكنش هذه وحده ما نهضرش على اصلا نهضر على داك اللي ايمانون اللي واقف عليه احكام ديال اللاعبين احكام ديال المدربين احكام انت نسولت يقول لك هذا معيد بدني آه سيزي ديال لا اس ان اس اس بالصبر الله الله اي آه وي حاله خايبه هذه يا اخي باش نقول لك راهم كيقدوش دابا انا تنهضروا حنا على على رجا هذه هي الرجا بالافيرتيغ كامله بالشفافيه ديالها تنقيو الرجا منين نخرجوا ان شاء الله من هذه الازمه هذه ما كتبقاش عندنا ازمه لان علاش كانوا آه تراكمات ديال النزاعات مم. اللي كتمشي للجامعه واللي كتمشي للطاس المحكمه الدوليه هي اللي تطيح وجا على على البدراوي رئيس الرجاء في هذا في هاد في الظرف ولكن قلتي انك قلتي علاش ما هي. نشرتيش لوديت؟ غادي ننشره واش خفتي واش ما لقيتي والو؟ هاد اللعبة كاع من تيخاف هاد اللعبة كون تيخاف كاع من ندخل لهاد المعمعة المعمعة وما ندخلش كاع حتى لهاد لوديت وندير كيما اللي سبقوني شد سكت ودوز اول مره بعدا لوديت تنبلوكيه ما يدوش عطاونا لوديت دار دار والنتائج ديالو النتيجه الاولى تتقول هادشي فلو ما يمكن ليناش نسيرتيفيو هذا مكتب ديال آه المحاسبه خايبية ها هما لي فايل اللي عندهم ها لي فايل غنقولوهم للناس عطينا شو الارقام سي عزيز البدراوي باش نشوفوا كاين نوصل لهذا الشيء مثلا نعطيك هي وحده دابا راه اون غومونت في 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 لوديت لدوك لي زيكزرسيس اللي سبقونا <متصفيق> حنا انا كنت درت دو دو زيكزارسيس اللي الاخرين ماشي ننسى تلقى انا عطيك كتلقى 100 مليون خارجه بحساب الرجاء ما ما كايناش فين مشات ما ما مغطياش ما تنهضرش على اللي مغطيين بلي فاكتير واش هما هادوك ما ولا ماشي هما هادوك هذه راه حرفتي خدامين فيها غير هادشي واش هادوك لي فاكتير صحاح ماشي صحاح ما ندخلوش فيها هذه خدمه ديال اصحاب الحال مي <applause> انا تنهضر على مثلا خارجه 100 مليون وما كي فين مشات؟ ما كيناش كي واش كل الخواض من الاخر كانت نوعير في الرجاء؟ لا نشوف انا نقول لك ان من 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 لغه حكام. انا تنقول لك بدون لغه واش نقول لك مثلا الناس اللي سبقوني ما شفاره ولا ما مزيانينش ولا كل واحد انا عندي الكونستا اوجوردوي واش مشات في النوار مشات في الغوز مشات ماشي سوقي انايا فلوس ديال راجة عندي واحد البيلون خارجه منه مثلا هذه كاينه 110 مليون ما مغطياش فين مشات الله ما عاوتاني ملي تقول لي انا خليت ليك ستوك فيه آه 181 مليون ملي تمشي تلقى فيه جوج شطايط ما يسواش حتى آه 50 درهم اذا فين هي 181 مليون؟ بهذه الطريقه ماشي كتلمح بانه المكاتب السابقه دارت الخواط لا شوف والجمهور كيتهيج ولاو كيسبوا رؤساء سابقين وكيقول لك شفاره وكيقول لك انا بندية. لا اهيج هذا شوف آه. وكاين يعني كامل الاحترام للناس اللي سبقونا آه لا اشكك في ذمه مثلا انا اعطيك بالاسماء السي انيس دازو دازو رؤساء آه. انهم اصدقاء ديالي انيس وانت دابا طلعتي غادي بعد تتنقص عندي انا لا فيزيبيليتي انت تطلع في الزمان وانا ما كيبقاش يبان لي مزيان هذوك انا تنقول لك ليكزيرسيس اللي قريب اللي تنشوف فيه انت حدك انيس لا لا كاين آه انا اوديت لا بيريود ديال انيس ديال اندلسي ودابا جي كونفي دو بيرو دو واحد دو بيرو ديال دو كونترول اي دوديت اللي خدامين على يل في لو تون اه وي آه. وهذا كان وعد مني للجماعه قال عاوتاني غنخرج من هذه الحلقه هذه جبد شوف اه يلا بداو تيتكلموا هذوك المشوشين تلاهاو <applause> بشي حوايج اخرى مشوشين راه جايين الله علينا بالله تلاهاهم الله علينا لها تناضوا لهادشي ديال السينيه انت دابا تنوضهم لينا كون عيش خلينا هاد الحلقه بعدا تيدوز هاد شكون ال لا هاد الحلقه راه خصها تجي القمه بحال القمه ديال بركان والرجا القمه ديال الرجا وبركان عاوتاني لا غا هو هاد المشوشين شكون هما رجويين شو؟ آه شو آه انا ما كان كتجيني صعيبه نحيد ديك الصفه ديال رجوي لشي واحد رجوي بحال داكشي الوطن أه... وتقول لشي واحد باش تقول انت ماشي مواطن ولا انت ماشي ما حافظش النشيد الوطني انت ماشي ماشي مواطن مواطن صعيبه ما دار ودار دي بيتيز دار شي حاجه تقول انت ماشي ولا هادو يسيئون يا بطريقه مباشره او غير مباشره للراجع. منهم واحد الفئه ديال المنخرطين منهم واحد الصفحات اللي خلقوهم شي مسيرين قدام أه باقي انت يميلي دابا خص اما يطبلوا العزيز البدراوي اما هما مشويش لا لا ما تطبلش ليا انا كريتيكيني كيما انت انا صفت لواحد الصحفي باللي انا تنقول ليه الا تنتقدني انتقدني بداك الشيء اللي فيا راه بعض المرات انتقاد دوك النعوت القدحيه ولا راه نقول لك انت رمضاني تبدا تجاوب كتعاطى مع شي وحدين بعض المرات كاع انا انا تنكع انا, آه. أنا جو رياجي فيت رئيس هذا دابا باش نقول لك انا رئيس انا قريتها في اوكسفورد ولا تكون <applause> رئيس هذا تبرد انا كبر في عين شعبي البقاء ولا الاقوى ديك كل اللعبه كلمه بات فيا فيه تل صح ما كاينش باقي الانسان ندير واحد السيد البارح انا عارفهم ديال دوك المشوشين ولا كاين اللي تيدخل في فوكونت ولا تيكون من ضيف الفرا قال لي واش مازال ما هادشي بهالك جاوبتو انا واحد ال... داكشي ديال ديال الحومه الله حدية. ديس آه. الدكتور الرئيس وال... لا ما كاينش في الجروب فيك وعاطي جوج المليار و300 وفي الاخر تعاطى في, في الانستغرام والله ما يمت... ما يهم يهمني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دابا تسمي ناس مشوشين وانا عارف كلام كدوي الا عارف قول لي عارف ليش تسولني لا عارف كلام يولي كدوي شكون اللي كتقصدو بالمشوي آه. كتقصد بودريقه ماشي غير بودريقه المهم بعد كاين ماشي ماشي غير بودريقه نقول لك بودريقه في العهد ديالو اللي آه. كان يسير الرجا عرفتي الرجا اش دارت؟ اييه حقك لا حقك انا حقك. انا غير نقول لك دابا انت طلبتي كانت كتخلع الرجاء داك الصح انا ما ناقش شيء الاشخاص م -م. انا انا قلتها لسي محمد بطريقة في لابيريود راه كانت العالميه آه. يعني مشينا كنا فيناليست ديال لا كوب دي موند دي كلوب الله يرضى هذا ما تنقولهاش ايوا واش وش وشنو المشكله؟ شنو <applause> تسمي ويش دابا؟ لا دابا انت بغات تشري هذه مع سي محمد ولا هذيك وراه شريتيها لراسك معاه بالتصريحات اللي قلتي قبل خرجتي لي أنا, انا نقول لك قلتي بودريقه كي مازال كيعتبر راسو انه رئيس ازي الفريق فواحد الفتره انا قلتها من قلتها للقناه أيه الاماراتيه اي لا أنكروا ايوا هي هذه نقول لك مازال لا ما تقول لي حتى شي حاجه باقي دابا كيتصرف كرئيس رفيق, ف... ف... رفيق فريق ودابا ما عرفتش كاع فين مشى سي محمد الله ما عرفت بعد ما سنتصلش به وغبر كان في المونديال يمكن باقي عيان اي والله يا خويا دي <applause> لا حول ولا قوة الا بالله كدرت شهير بلا ما كتعيق السي البدراوي شهير بلا ما آه. يعني ما تقصد كبدا تلمح على ناس من غير السي بودريقه اه قولي لا تلمع المكاتب السابقه الخروقات كذا 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 والجمهور يعجبوها هادشي كتبلبلها عاوتاني بهذ الطريقه آه، عندك شي حاجه لا... في يدك اراها ما عندكش اسكت لا ولكن شنو إيه مثلا غادي نقولو ولا ما نقولوش هي فيما يتعلق بالفلوس مثلا خرج لوديت للناس علاش عطلتي لا غنخرجو عطلنا هذا سؤال زوين علاش عطلتي يعني لوديت لان شحال ما تيقول وخرج لنا المحاسبه راه نخرج هذا اللي تنقول لك راني قلت لك ال... الخرق ديال 1 مليون 100000 والخرق ديال 1 مليون 100 جو 101 تقريبا 182 مليون هادو هادو راه غادي يخرجوا غادي هادشي اه وي ما غتخبيت على واحد مي كاينين واحد لي لي كونط اللي كيبقاو من اكزرسيس من رئيس كيجي كونت لكونت كي والاخر كيقبلو كي كيدوزو كي من كونت لكونت سير عندها حنا سير عند هاد اللعب انت قلتي لا والله لا داز هادي بعدا وحده أه. اها انه جاكسبت با انا هذاك يعني كتقبلو كيكون كتكون بحال لا بيض تي بلونشي هذاك الشيء اللي داز اللي ها داز هادي بعدا ودابا كنخدمو ونا غومونتي قلت لك فلو فلو في فلو طون فلو فلو بش اللي اللي آه باش نوصلوا <تصفح> <تصفح> لدي اللي قبلوا اللي جايين كيتروبورطاو حتى وصلوا عند اللي. قالوا المغاربه باش تجبد حنش أسيبو سيبو اه كلاسيبو دريقه سي ايوا انت دابا بدرهاوي سيبو دراوي عندنا كل الباكن ديالكم لا عندكم البال با البا وما جاوبكش انت في التليفون البا هو الحليب ديال انا راه نبيع الحليب وخا <تصفح> <اللي با>. أسيبو. <تصفح> الحليب ديال ديك لا مامون اللي يلاه كتولد كنعطيو الولد ديال يكونوا فيه لي زونتي اه اللبا حاجه مزيانه آه. حاجه مزيانه كتطلع المناعه ياك فيها فيها هي المناعه براسي فيها المناعه راه حتى انا والله العظيم الا رضعت اللبا في الصغر ايوا <تصدق> كاملين كاملين منين جايين ماشي كاملين ماشي كاملين لا لا تاري عزيز تاري. البدراوي ملي كتكلم على هذه الوضعيه الماليه السيئه نهار جيتي مازال كنت كنشوف تصاورك وفيديوهاتك وخارج ليهم وفرحان وعجبك ما كنتيش عارف هادشي واقع لا لا انا نقول لك واحد قال لي وعلى هادوك ما درتيش باساسيون تسليم السلاط مع اللي سبقك ابسط حاجه ما درناش هذا الا سولتي ثاني تيقول لك ما عارفش احكام اللي طاحوا عليا انا دابا هو ما بس كانش كاين كان شي واحد كيعرف يعني انه كيتسنى العالمي ديال دابا اللي في الحسنيه سكا كيتسنى 534 مليون 534 هذا كان واحد الفتره كان كان عنده شي حكم يمشي ب 260 ولا 270 مليون ما طريطوش هذاك لو جيجمون معاه ما بح... لقاوش معاه الحل اي سا تريني حتى ولات 500 وحكم نهائي ب 534 مليون شي واحد هذا ما نهضروش على كانوا عندي عطاوني شي ملفات ديال فيلموت انا اللي تنخلصو اللي كان جاب انيس وصيف وانت براسك مدرب نظرتي ثلاثه السيمانات وصيف طيف حالو انا تنفك مع الناس انا كتب داك اللاعب اللي بيري ما عرفت كي درتي ديك نوضون باش صيفط انت ها قول هاد نوضون زيد انت مع ديال السينية كاين كان الليبيري ما عندوش اه انابت ودايرين في الكونترا ديالو الا كان انابت تعتبر الكونترا لاغيه مخلصتي والو لا مزال هو دعانا ولكن جاوبنا قلنا ليه ر... سو غيفيرون الكونترا ل... ل... ديالك فراسك شنو نوضوا على ديك هذيك الحاله ديال الليبيري لا ماشي هي الليبيري نوضوا اه شي واحد اخر قال لك شي صفقة, صفقه في ديك الدوله ديالو لا لا الليبيري علاش جورج ويا انا مي ومشيت كنعرف عندك مارشيات انت عندك لا ما عندكش مارشيات ما جبتيش مارشي من تما لا ما عندكش فلوس ليبيري أنت كانت باغا تعطي من لابونك مونديال شي سيدي سنين ولا خمس سنين كانت البنك مونديال باغا تعطيهم ولكن لابونك مونديال كانت كتفرض واحد الشروط ليبيريا كذا ولا ما قدرتش ما كانتش تلتزم بهم وما درناش فيه واش من صفقة هذي؟ رئيس دوله يخدم معاك شنو تموقيره ايوا <applause> الشيء راه اللي قطعت هذا اللاعب المدني اللي جالس حداك هذا هو هذه هي الخصله ولا اللي قطعتها من دابيرها في الرجاء ما كاينش اللي ياكل في اللعابه ما كاينش اللي ياكل لي زاجون ما بقاش التمصير ما بقاش فضيتي معاه فضينا معاه التمصير اللي او قلتها وكلاء اللاعبين ولا ديال الانديه اللي تجي الى جاي تخدم معايا نسى هذاك الاسلوب اللي عنده قابليه يشتغل بهذا المنظور الجديد وهذا المفهوم الجديد مرحبا به اللي ما عندوش غير يدي اللاعب ديالو هو المنظور الجديد الناس غادي يتسائلوا شنو هو انا علاش قلت لك رجعت لك النهار فاش قرر واحد السيد سميتو عزيز بدراوي انه يترشح لقياده الرجاء الوعود اللي عطيتي داك الشيء بزاف مازال كنعقل على الكرارس هذا بل... المصطلح هذا أه. ياك انا جي غوبخي المصطلح ديال الجمهور اللي كان تيقول لك ما بغيناش هاد الكرارس الجمهور قال ياك لاشي وغينا بغينا لعابه ايوا وباقي تنعقل كنا نسولني عليها آه سي ابو السهل هي أيوة. هي المصطلح كيقولوا كي الجمهور قلت وي كاينين اللاعبين وديك الساعه كانت بدينا خسرنا خسرنا واحد الماتش لي ليبوك ديك الساعه باقي انا يلاه جيت ديك م -م. فواحد ثلاثة ولا أربعة د المقابلات ديال نهاية الموسم مني 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 كان آه. رأيس. ودابا فين بان لك الكرارس اللي كانوا ولا اللي كاينين دابا اللي جاب البدراوي باللغة ديال الجمهور نحللوا كل واحد ون... غير بلو... كل عام لا غير تقييمك العام حيت انا التحليل غادي تدوخ عليا انا ماشي كويري ما تدوخش عليك زعما انا كنحكم بالنتيجه انا غنقول لك اللي البراري اللي, اللي كاينين الكرارس كلاصه وجوج العام اللي داز في البطوله ياك شكون هما اه وي الكلاسمون اي راه خدمنا على البطوله عبدو ربي جيت انا ديك بديك لا ربحنا ديربي حنا انا كنت اظن انه غادي يمشي بهذاك المنوال ديال الانتصارات وديال عاد فشات القضيه في, في الطريق و... غير هو السي عزيز البدراوي يمكن اما بيعتي الناس العجل اما بيعوك العجل اه قول التعابير اللي بغيتي والله انا اقول لي شنو بغيتي تقصد وعاد جاوبك كان بانه طلع في السقف صح دي. أنا الناس تخيلوا الراجا غدخل غدي غد البطوله غدي كاس العرش غدي غد كذا وغدي كذا وغدي كذا انا نقول لك اسامه قول لي شتي يكون ما جاش هذا العبد المذنب قسما بالله ما كانت الراجا تنوض بعدا في الوقت اللي جيت لقيت لاعبين موقعين لي بري كونترا ديالهم غاديين 11 لاعب أه. شاو هاللي مسيني في في مصر اللي مسيني في أندية اخرى هاللي عاطي الكلمه هاللي حط رجله هنا وتيتشاور وتي واش يبقى ولا ما يبقاش كي داير هذا الرئيس اللي قدرنا نشدو راه شديناه يعني ماشي انت اللي قلتي غنبدل الفرقه كامله انا كنت باغي نجيب نطعم الفرقه لقيتي راسك لا لقينا لعابه تيمشيو اه ها. مشا الوردي مشاو مش هادو اللي اللي قدرنا نريكيبيري ونشدوا عندنا بحال الزنيتي وبحال <applause> مكعازي كانوا عندهم تا هما عروض وكانوا عندهم شروط ديالهم وقدرنا اننا نخليهم كانوا باقي ما وقعوش لي لي بري كونترا ديالهم كاين اللي مشى موقع وتيلعب معاك ما تبقى من البطوله عرفتي باش تجري <applause> هاد لا سيتياسيون هذه صعيبه صعيبه بزاف تقاتلتو تال الدوره الاخره تقاتلنا آه، ما نخسروش بقاتلنا آه، كان واحد الماتش ربحنا هو اللي عزلنا صافي كما كانت الريزيلتا بقات كنبقاو ديزيام اللي كيخول لينا نلعبو الشامبيونز ليغ اللي هي اللي غنلعبو نهار 10 ففريل آه، كنحاول انا نستوعب كلامك وكنحاول نفهمك إنما ما خاك فيك شويه الغموض السي عز دابا راسك اللي فيه الغموض عصفي النيه انت وريا كي بجوج قرع هو تيصفي النيه انت ما كتصفيها انا والو صافي غادي تجيك ساهل غنبان لك ساهل صافي غير العظيم واخا في اطار التصفيه ديال النيه لا ما نقدرش لا غنقول والله الا غير قول لا ما نقدرش نصفي النيه زعما ضروري شويه ديال سوء النيه سوء النيه ما عندي ما عندي ولكن سوء النيه بالنيه ماشي نقولوا بان البدراوي ما كانش عنده التجربه وي التدبير الرياضي وجا كيتعلم في فريق من حجم الرجاء الرياضي تيتعلم بلاتي تيتعلم باش يوصل حنا ملي كنبداو كن كونت شي حاجه باش تمشي تكبر انا التجربه ما كانش ما عمري ما سيرتي نادي ولكن عبد ربي مسير ناجح في الميدان ديالي المال والاعمال هذا ولكن بون سونس ملي كتكون عندك لكي حسن البديهه على شكون كاينه شي مدرسه تخرجوا منها رؤساء الانديه ولا الشك... قول لي شكون اللي كاين دي ديبلوم ولا كتبدا باش نتعلم ولا ولا كيقولوا يطلق يدو بحال ملي بغيت تعلم تسوق طوموبيل آه. تعلم باش تقاد تسوق طوموبيل اها تعلم هما كان خاصك بروفيل كان لو بروفيل اللي ا ليبوك اديكوا بور لو هو هذا هو عزيز بدرا هو عزيز ما ندمتيش عزيز بدراوي انك درتي رجليك في هذا ودرتي يديك في بصراحه لا والله ما ندمت والو لا والو وهذا علاش انا تنقول سا دوك اللي تيتسناو في الدوره راه غايعياو زعما ارى ارى ايري ايري ارحال بدراوي راه غضبوه راه الناس والجمهور الجمهور دراجه كيقول لك السيد شوف الا قالها الجمهور الحقيقي بحالي بحال سلام من ما نتصادع معاه ما يتصادع معايا وغنرجع للموقع ديالي جمهور صافي واحد اللي ندعم لا مشروط ما قالوا لا الساعه تقول لهم رجعوا لي فلوسي هكا كيديروا لا 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 خايبه صفي معايا لا خصك والله العظيم الا <applause> بغيتي لا بغيتي تفهمني <applause> سير الله انا حاول باش نقول لك لانه اليوم اللي اللي مخليني سير دوان زعما واللي مسخن بهم كتافي هو الجمهور الجماهير ديال الراجل اللي خصك حتى انت تصفي معاه شويه النيه ما نيش كندير لهم لا والله الا خصك تصفي معاه النيه والله السي يعني. البدراوي انا لا انا عارف مهم. شوف انا عارف كنت بركاني زعما والنهضه باش الا كانت معلومه عند وحنا هضرنا قبل ما ندخلوا عند الجماهير ديالنا أيه. باش نقول لك انصلح لك الجره معاهم باش نعرف أيه انت أصلح. بركاني باش ما يحسبوكش على شي فريق اخر ولا ولكن خصك ترخى ما تبقاش تبيكي الجماهير وتبيكي رئيسها <تغير> والله الرئيسي اللي وانت عندك الاستوديو كله رجاوي <تغير> 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 والله الا فرحت من لقيت الرجاويين خدامين معاك ها صحفية الكاميرامان شر مان شر لا بد منه واش غندير شر ها انت دابا تتقول شر ديرها مثلا شر شر منه ها هو انت باقي تيك <applause> عاوتاني <البيكي> لا, <بتاعي. تصفيق> لا بلاتي عزيز لا ما نقبلهاش ليك لا والو اه قول لي دابا قلتي لي انا كان بيكي الجمهور واخا ماشي موضوع راه في راسك ديك الهضره اللي قلتي عليك النهار الاول فاش جيتي قلت لهم بدراوي كيدير الشو الجمهور ديال الرجاء والله الا غتبيعوه العجل وفي الاخر غيلقى راسو ما مكلاصيش مزيان غدورو غد فيه او الله الا هادشي اللي وقع السي عزيز دابا لا دابا بلاش شي كون سمعوا لي انا كنقول لك دابا حنا ما مكلاصينش مزيان قلت شحال ديال الاخوان دابا في هذا الترتيب اللي عندنا اليوم اجور ما كاين لا مقابله لا والو بينو بين الاول 5 بوين خمسه نقاط النقاط عتي البطوله كي كتلعب كتلعب حتى النفس الاخير حتى النهار الاخر كنراجة والله ما هي هذيك الراجل فينا ايه فعلا لا كاين تاريخ تاريخ البدايات الدراجه اللي بدات فيهم بطولات كتبدا بدايات متعثره يعني ماشي كلاسيه بفارق ديال خمسه نقاط حنا راه كنا في اسفل الترتيب يعني في البدايه قبل ما نلقاو هذاك الانسجام بين الدراري وبين هاد الجداد مع مع القدام في الوقت اللي راه ماشي الدراري كلهم مشاو من غير ال11 يعني من من لوساتور ديال ليكيب كرناجا غير اسماني بقى الزنيتي بقى <مم> الهدهودي حركاس زريده المقعازي هادو كلهم مذكور نهيري اللي دابا هو هداف ديال الفريق خمسه ديال الاداب هادو لا هادو تصور هادو لو ساتور اللي, عندنا اجوردي وبقاو ولا رجعنا للحراس الثانيين باقي مروان فاخر باقي واش راضي بقى. على المستوى دراجة لحد الساعه لا هكا. علاش علاش, علاش. انا باغي نكون الاول الراجا خصها تكون الاولى الجمهور ديالها باغيها تكون هي الاولى الراجا كانت تسوق آه. البطوله كانت الراجا العالمي وانت قلتي العالميه اللي بقات عند الرجاء هي الجمهور ما بقات لا عالميه لا ملبي الوضعيه انا تنقول لك ملي تشوف الترتيب وملي تشوف <applause> حنا تنكون كنكونوا هاربين واحد الوقيته في الدوره 11 تتكون الرجا مقلعه جوج فرقات باينين مي الخاصيه ديال هاد لا سيزون <applause> سبورتيف شوف كيفاش دوك الاولين في الترتيب شحال الفرق بيناتهم 3 بوين 2 بوين بين الفيس وال الفيس يمكن والوداد وحنا في يعني راه باقيين واحد البلوك ديال خمسه عاد في المقدمه كيتسناو كلشي اون بيسكاد الا سهل الله فيكم هذا الماتش الجاي غادي غادي نقربوا عاوتاني نطلعوا درجه شوف مع فوزي. فوزي معاك انت برك انت اللي صدعتيني من قبيله اللي دخلنا فوزي صاحبك لا الله يعمرها دار هكاك علاش نقول لك راجل أيوة ونعم اي أيوة والله دوم المحبه بيناتنا امين راه يقولوا لك حتى انت كتحال قول اخويا قول اللي بغا يقول يقول انا سنعرف انا سنعرف واحد المساله هي اللي شي انا حطيت رجلي في هذا الميدان هذا ما تهمني حتى حاجه حاجه واحده اللي هي مصلحه الراجا المصلحه العليا ديال الراجا صافي اللي بغي نخرج وهذا هذا من هاد المنبر ديال بيلون لغه خشب ولا, أه. ولا 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 ولا, ولا <applause> اللي بغيتي تنقول لك اللي بغى ينتجري يعني يدخل في هذه المنظومه ديال مصلحه الرجاء العليا من جماهير من صفحات مادي دي من اعلام ديك الكلمه اللي كنقول انا العزله ما خصهاش تبقى مع الاعلام مع الجامعه مع احنا كاينين في الجامعه احنا كاينين في العصبه احنا كاينين كنشوفوا بعينينا من الجماهير تا من دوك المشوشين اللي مشاو الرجاء غفور رحيم هل الوطن الوطن غفور رحيم اش مشوشين الله رجعتي لي عاوتاني انا لك شوف ما تقولش انا لحد الساعه مازال ما قدرتش ندبر الرجاء البيضاوي او الرياضي كيف وعدت في الاول دير شويه النقد ذاتي لا ما عنديش مشكل الى عيله في العيد ما درتيش غلط اللي بديتي عزيز بدراوي اه شكون ما تيغلطش الانتدابات يعني ما غلطتيش عص... فيهم شوف انت دابا خصك تعرف هذا وهذا هو الاشكال عاوتاني نصلح ملي كدير انتداب واش كتعرف واش غادي يصدق لك ولا ينجح لك جبنا مثلا جوج ديال اللاعبين جزائريين اها عاوتاني يقول لي رجاء الجزائري ولا ما كنت جبنا أنا, ب... و... انا عارف ذاك دماغك <applause> ج... جبنا بنغيت وجبنا بوزو بس كان موز على الرجاء اه ولكن هذه هضره زوينه ذاك الحب اللي مخبي عاود قولها عاود قولها عاود قولها انا قولها عاوتاني وما تقطعهاش شوف لا ما عشان <applause> دل... انا على الرجاء يعصيوك الاخرين كاين شي قصص انا غنقول لك كاين شي قصص الحب ولكن انا والله العظيم شي فرحت مني لقيت لو ستاف ديالك كله رجاوي والمخرج يدوز اللي, يبغى. اللي بغى. والله الا فرحت دابا عرفتي في هذه الحلقه كي غتطلع زوين انت غيزيد اللي زاد باش زيد اخويا ما سبقتونا ما ماكيت ما والو حنا غادي الماكياج الماكياج غيديروا يديروا كريم واش ما غلطيتش النقد لا انا غنقول لك شوف انا نقدر نقول لك من بعض الاخطاء اللي اللي ارتكبت إيه واللي ديما انا كنردها لقله التجربه وماشي والخاصيه يعني خصوصيه لا سبيسيفيسيتي ديال لو بوبليك ديالنا الجمهور ديالنا أه. سمعت بزاف للجمهور ولكن ما كنتش عارف شكون الجمهور من ديالنا دابا دي انا غنفصل لك الجمهور ديالنا كاين الجماهير الحقيقيه أه؟ واللي كتجي للطيران واللي تتبعك خاص الرابح واللي كتساهم آه الكوربه باش نكون أيه. واضحين كاين الجماهير ديك الفيسبوكيه هادو هادوك اللي شراو لي كارت طرح اللي يمشي معاك تيموتوا اييه وك هادو تموت معاهم اه كاين دوك الجمهور ديال الفيسبوكيين 15 عام 13 سارق لا كونيكسيون شي قهوه وحده تما ولا في درب السلطان وجالس وما هادو واللي اللي ومال ومال يسبك هو اللي يدير هو اللي عنده الكبده على الرجاء تاعو دابا غير سيدي حنا ما قلناش الادب هذا ولا رجعتي ليا آه. انا غير كنحيد رجاويت على شي واحد مزيان ولكن راه كاين واحد هاد كاين هاد النوع من الجماهير وكاينين عاوتاني جماهير واللي مازال كدعمني ديال دوك الناس الواعيين الر... جمهور الرجاء راه في واحد الفئه ديال لي زانتيليكتويل تبارك الله اللي اللي هما اللي تيقول لك ما تسمعش التشويش ما تسمعش الناس هادو سير سير سير. ها سير الشبكه غير <applause> <هيكمل>. كمل كمل <applause> إيه كاين واحد الفئه اللي كتدخل من الجمهور ما تعرفهاش واش فوكونت ولا جمهور اخر ولا اللي كتعامل ما عييتيش ما كتفكرش شنو كتقول وين مالي لا, لا. لا. نقول لك واحد الوقيته عييت حتى حتى اونيفو ديال صحتي وصل ليا ال... لاكليسيما واحد الوقيته طلعت ليا الجوج فصيله تسعود اي والله العظيم وحتى و... التونسيون طلعت ليا واحد الوقيته سيرتو من ديك الفتره ديال الانتدابات الاولى ما كنتش نعس بزاف وباقي دختي لا سي ان تروك انا جو بخون لي شوز اكور دابا كنتعامل معاهم نفس وهكاك هكاك كبرت وهكاك تربيت مي جو ني سوي با جو مون فوتيست ولا تنبغي ديك لا بيرفكسيون وما كانش تا تا معايا زعما من الاخطاء مثلا ولا ديال المكتب ديالي ما كانوش معايا لي لي اللي, اللي... اللي عاونوا جبنا وانت سمعت بلاتي يعني و... المكتب وبلاتي كل شيء انا اعترف انا كنت اعترف باخطائي اي انت هو ديك الوقيته كون كون قتلوه نتايا انت كون عيش كنتي ديك الوقيته بعد من الجمهور غادي تقول لي انا بقا شاد في عزيز بدراوي انا ملي قلتي لي انا راجاوي انا ساليتي غفرتي لي كل والله العظيم وغنزيد نفتح معاك انا قلبي اكثر من بحال كنهضر مع مع بيبليك ديالي صافي احنا البيبليك مع بعضياتنا زيد السيد الرئيس تنقول لك من ذوك الاخطاء هو انني سمعت انه ما يكونش يقول و... انا عطيت كلمه ما نرجعش فيها ولو بالموت قل بيبليك بغى ما بغى حتى واحد قديم مشينا كنقلب على الناس لأنه فلوس اللي عندهم الفلوس باش عرفتي باش تجري تقول شي واحد دخل معايا واللي قبل ولا اللي ما يقبل ولا اللي خوا واللي وليتي تتقلب على الناس بعدا نزهاء اللي قارين وعارفين هما اللي درنا منهم تشكيله دي زيكسبير كونطابل دي درنا دي اللي درنا منهم دي ميدسان اللي درنا منهم المكتب ولكن هذاك المكتب بحال الحكومه عنده السيفيات ولكن الخبره ما كايناش لا دابا هذا هو الاشكال يعني ديال كره القدم آه. باش يسير معك واللي تطرح فيه حتى هو اشكال حتى مستوى مسؤولين في وزارات يحضر معك الاجتماعات وي ويتقاسم معك العبء لقيت راسي تنتخابط بوحدي كلهم كان عندنا ناس اللي زعما من, من هنا كنشكرهم من هذا المنبر هذا اللي ضحاو بوقتهم ليامات الاولى دي بزاف ديال كان صعيب يكملوا صعيب وشنو الحل غتخليو هكاك لا دابا حنا راه درنا ابي لا كونديداتور في لاباج ديالنا اوفيسيل خرجت والبارح اللي تنطلبوا فيها من دوك لي زاديرون يعني اللي بغى انتغري لي جان مرحبا به يجي يخدم لانه كخصنا الناس ديال التجربه الناس اللي م -م. من هيئه المنخرط اللي اللي عندهم بقى عندهم الغيره على 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 الفريق ومستعدين يتعاملوا مع البدراوي كرئيس مرحبا بهم جميع نسوق نفس الوقت جبتي مع المنخرطين هنا السي البدراوي ماشي ماشي اللي ما عجبوش الحال كاين اللي ما تعجبوش العجب ما يعجبوش كاين اللي ولف شي حاجه انا غادي بواحد السيستيم ما عجبوش هذاك لو سيستيم انا كنحاول نعقل التسيير ديال الرجاء الرجاء خصها واحد العقل انا خصها لي ديالها المصاريف ديالها دير الشركه زعما دا الشركه قريبا. كيف ما نجحتي في المال والاعمال بغيتي تنجح في التدبير المفهوم المقاولاتي في التسيير هو اللي غادي به يعني حتى من حيث المساله ديال تاسيوري ايماجين دابا نقول لك وحده وهي يمكن ازوفوا كبشره الجماهير من عندك انا نقول الزفزوفه يعني شو شو الرئيس هذا غير نقول لك اليوم ما وصلنا غي بلو غوسيت اللي عندنا ونا سوري جبنا ذاك سبونسور وان بيت هو البارح وقعت مع هذيك الشركه ديال العقار حنا اون فا كومينيكي سا انسيسامون زائد ذاك اللي كنا عندنا مكلف لو بيرو اللي مكلف بالاشهار هو غيبقى يعطي واحد القدر مالي شهري فيكس اها الا شديتي هذاك لو فيكس اللي عندنا بلا ما نقول لو مونطون وزائد نزيدو عليه هاد السبونسورينغ ديال وان اكس بات وديال هاد العقار أه. زائد لي برودوي اللي غدا تبات بيع الرجا زائد أه. البيبليك ديالها اللي تحيه ليه ديما قد... خديت على وعد على نفسي انا فين ما نجبد البيبليك نقول تحيه ليه ملي كتجمعهم هادو كيغطيو مصاريف الراجع. مزيان يعني بلا احكام يعني خصك تنقي الراجع. دابا اليوم تنظفوا الراجع من دوك الاحكام سافا نو يعني بروندر دو طون لانه مازال غيطيحوا احكام وانا عارف دابا بديت كنطل كنبش كاين احكام اخرى غادا طيح عاد اه وي كاينه فينا هما هذاك سند الورفة اللي ذاك الليبي بي فينا ما حكم خراجية اللي ما تفكتش على مياه باش نقوله أنا اليوم شنو هو لوبجيكتيف ديالي ما نخليش مورايا أو هاد السنة ولا السنة الجاية ما يكونش عندي شي حكم إلا كملتي العهدة ديالك غادي نمشي انت باغي تصيفطني دابا ولا راه عندي اربع سنين. اي زعما قلت لي لا قدرتي وكان عندك الجهد والفلوس السوفل والنتائج. ان شاء الله الا لما ما بغاونيش الجمهور انا لا تقول لي لا كفى ولا ارحال ولا السلام عليكم ما بشير بالشير بدراوي الله يتعنك ماشي بحال داك اللي قال لي البارح واش انت مازال ما بغيتش تمشي مازال ما بغيتش تمشي مازال ما فين هو قلت جاوب انايا فين انا وياك ونقول لك باللغه ديال ماشي ديال واش ديال ل... بن سليمان ولا دابا لا دوار من... الحاجه ديال دوار الحاجه, ديال الحاجة. بن سليمان الاصل الاصل الوالديه من... وتما فين رجعت تندير لي بروجي ديالي تنمي المنطقه ديالي كيما نتوما متعصبين البراكنا و... والناس ديال لوريون المنطقه ديالهم حتى دي حنا شي انت والله الا فيك شي حوايج مازال ما عارفهم حتى حد اه قول اخويا خصنا نديرو كلودي حتى انت سي عزيز دير اخويا ها هو شحال شي شركه شحال 67 67 شركه هولدينغ بوحدك ايوا علاش بوحدي راه دوله حنا راه 11600 عامل اللي خدامه مع الراجل هذا تتخلص من شكون ديكلاري بكل شيء شيني... ما... ما... سول لا سي ان اس هما تيسمعوني من هنايا يعني. ها سول لا سي ان اس الا عزيز البدراوي ما كانش مديكلاري بشي حد واحد فضحوه ولا شي حد خدام عند عزيز البدراوي ما مديكلاريش يفضحوه يفضح اه والله توصلنا شي شكاية انا نفضح هكا السي عزيز, عزيز البدراوي والله ما فضحتينيش الله يفضحك صافي والصفقات كديهم لا سترتيني مده... الله يفضحك امين يا رب العالمين يلا الصفقات كديهم بالشفافيه المطلقه ما فيهاش باك صاحبي أه... وداك الشيء لا ما كاينش ما كاينش الشيء واحد اكل عليه الدهر وشارب هذا عرفتي لي زابيل دوفر اللي, اللي تيطلونصاو مثلا في النظافه أه. يكونوا دوليين مش كل اللي كي كيوقع على العقده وزير الداخليه صافي ما كان هضرتي الفلوس بزاف عزيز البدراوي من والو اه <applause> <applause> لا وليت بز... يا ابني انت تدير ليا لوديت انايا لا وليت تعطينا نستافدو من التجربه ديالك هاد قصه النجاح كيفاش يكون عندك والو وترجع 67 شركه وتعطي جوج المليار و300 مليون انا ريح شوف ايه. كاين الشركات مين كتربح لي زابيل لوفخ دابا فرضات وزاره الداخليه انه اي مارشي ربحتيه كتكري ليه الشركه ديالو بحال دابا أه لو ديرني شنو نقول لك مثلا مارشي الاخرين يا مو صويره ولا كنت كريي شركة, شركه, ديال الصويره سميتها وزون موغادور بكابيتال ديالها بكونت ديالها سي باري كنفهمو كن انت في 67 مدينه و... ولا 67 أه مدينه ودوله تقريبا وحنا اللي شادين المطارات ديال المغرب مطار ديال الدار البيضاء، مطار ديال الرباط، ديال الفيس، <applause> مطار ديال فاس، مطار دكادير مطار مراكش. سيدي الله يزيد كل خدامين بلاتي. باس عليك ترشنا ودي عزيز البدراوي. الله يفزقك بها ودي الله ان شاء الله باذن الله، وعلاش اخويا بعد 67 شركة ما شفنا حتى شركة سبونسور ديال الراجا كتعطيها البراني. لا ما بغيتش انايا كيفاش ما بغيتيش؟ راه الرجا وين شوف انا كنسامي الا بغيت انا هذوك الفلوس اللي عطيت للراجا وندير سبونسورينغ أه. نديرو شكون اللي يحبسني؟ انا رئيس دراجة نديرها ونكتبها في التيشيرت ديالنا ونديرها في اللاد لا سيدي أه. انا اقطع اي حاجه ممكن تقرا وهذوما الحوايج اللي تعلمتهم مني دخلت للراجا أه. نقطع دا من دابيره امور اللي دابير؟ اه اللي عندها علاقه ولا تاول جا للراجا ودار سميتها ولا ما دار ولا راه طلع ولا ربح هذا المارشي حيث هو الراجا ما كاينش اخويا السميه هذا اللي جبد ليا الشركه ديالي اللي جبد ليا وانا خدام في الخدمه ديالي سنحب سير بلاص ما يزيدش معايا مثلا هذه واحد 20 يوم عطينا انطلاقه ديال واحد المشروع ديالنا في سيدي يحيى الغرب انطلاقه واحد الصحفي يجي يقول لي الراجا قلت لي الله يرحم بك ما تهضرش ليا على كوره دابا خليني انا في دابا بصفتي رئيس مدير عام ديال مجموعة أوزون سولني على النظافة على الزبل على الحملة التحسيسية على الماتيريال على الكاميوات الرجاء ولا المونديال ولا الرياضي بوحدو قلتيها آه. غادي نقول لك ها هو تيدير ايش ها هو كتبتي السمية صلاة على النبي بدراوي بدل الطوموبيل راه دار جا الرجاء راه الحاجة الوحيدة اللي اليوم تيتفقوا عليها الجماهير كما هي م -م. يا الجماهير يا ياللي يا اللي لي يا حاجه <applause> ان البدراوي <applause> كلين وفلوس الرجا ما تمشي لتاقد درهم ديال الرجا ما هذه زعما ضامنها كتحدى بها الناس تحدى بها الناس تا فرانك لا ماشي تا فرانك انا انا تنعرف راسي انا تنعرف راسي أه تنقول القناة انا تنقول لك القناعه اللي عند الجمهور اليوم عارفين جايب لهم الله رئيس اللي ما غيطمعش في الرجا هو خص يكون في يديه كيف ما اللعابه خص يكون فيهم في رجليهم عارف. كيف طلع السقف الاول يطلع النتيجه دابا النتيجه ما تتحكمش انت في النتائج صعيب راه الى الى المنطق المنطق ما كاينش في الكرة بدليل النتائج الاخرى تفق معايا ولا لا؟ تتفق معاك مني تشوف اه انديه ديال الصداره كتخسر مع متدين ترتيب مني كتشوف اه الديربي ما تتفهم ما كاينش منطق ما كاينش سي فري ملي يكون عندك فريق قوي وتنافسي ولا راك غادي تفيني غا بيان سور أه تكون لو شامبيون ولا الوصيف ديالو مي المنطق ما كاينش اليوم اللي تلعبوا احنا راه عندنا فريق قوي من جميع المراكز اللي كان عندنا فيهم حتى الخصاص في, في باقي عندنا واحد جوج الرجويين مراسهم الرجويين تيقول لك عارفين عندنا جوج المواقع فيهم الخصاص احنا خدامين عليهم غتجيبوا شي بركه درنا اجنا خصنا نخلصوا لي تريت اللعابه ديالنا لان هذا عاد طاحت وهذه تا نقولها للناس الجمهور من عندك بانه توصلنا من عند الجامعه مؤخرا بانه بديك لو تريز قال لك خصك تعطينا لا سيتياسيون تكون كلين خلصتي الاحكام خلصي زادوا بانه حتى دوك اللعابه اللي عندك تكون عاطيهم اجور حتى لفان نوفمبر مخلص لهم لي سالير لي بريم و لي 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 ترونش ديالهم دابا باش آه. يعني تخلص لي ترونش هادي ما كانش عندنا حتى هي فيها واحد نص مليار ديالنا يعني خص تخلص هادي وتخلص الاحكام اللي عندنا ديك 580 وتبدا تخلص شنو معول ل... معول بالرجاء معنا باش غتخلص هادشي الشيء سي بدراوي بلاتي بلاتي حيت راه ما من... بقاش الوقت بزاف سي واخا تفضل كاين هادي وكاين أه دوطخ برودوي كونفالونسي وكاين كاين دوت كاين دي سوليسيون مي راه الامتحان الصعيب هو اللي حطينا فيه دابا الجمهور اللي اون فاس مع ان سوليسيون ساهمتي نفكو راه حطينا لو تشالنج ما ساهمتيش سير تكمش وخلينا نجيريو بالفرقه اللي عندنا ونطلب الله التيسير اي عرفتي لا صعيبة. صعيبه لا غادي شحال واحد غادي على من واحد آه. غيتقلق من هادي زعما هنا فين تبان رجاوي وي انا ما خ... ما طلعش كانوا ديالنا قال لك ندير نتايا هدار على هذا لا هضرت عليه غير بدا يقول لك هذا البدر دار هذيك السينيه اللي تتغني انت من الصباح ومع مع الاخرين غادي يبداو يقولوا ها البدر دير انا درنا لابليكاسيون شرحنا ليهم اه الا زدت اكثر من هذا الشيء راه ما نعرف اللي عليا انايا كرئيس الرجاء والرجاوي راه تنساهم به بغاو الرجاويين يساهموا ها الناس عندنا انا تنقول لك عندنا جوج مواقع الخاصة خدمة وجدنا لي بروفيل تفاهمنا مع الناس عندنا باش نخلصوا لي تخيط ديالنا وعندنا باش نخلصوا الاحكام اللي طاحوا علينا راه عندنا باش نشريوا اللعابه نخلصهم ما درناهاش راه سنكتفي بما عندنا دراوي فاش فاش لونسييتي هاد لابليكاسيون ولا هاد هاد معانا شحال كنتي في دماغك تقدر توصل لا راه انت ما طليتيش عليها دونك انت عاد تهضر على السينيه راه فيها راه دايرين شحال خصنا نوصلوا لا مع راسك مع لا راسك لا 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 ما كاينش حتى مع راسي حتى مع راسك حنا بي. جلسنا ليكيب آه. عندنا الاحكام عندنا درنا 20 مليون دو دي درهم جوج المليار جوج المليار لقينا اون باغ مكتوبه قد قد غليظه راه جا معانا وقلنا واللي تيعطي خمسه دراهم كطلع كيبقى يبان لك وتيبان درنا حتى ونكري واحد بحال بحال التنافسيه كما دارت نفس لابليكاسيون ديال دورتموند أيه. الالماني تبنيناها خدمنا قدرول... على هذيك لابليكاسيون بان لك غتقدروا توصلوا لها? انا زعما كنعرف الجمهور راه الجمهور الراجل الحقيقي راه مازال ما بانش زعما اه مازال واللي ملي كتوقف عليه كتلقاه هذا انا يعني نداء من عندي لي. خاف أنا... في الاخر ديك جوج المليار تكملها انت من عندك يا عزيز بدراوي يجمعوا لك مليار ومليار ديال صحيح يجمعوا مليار ونعطي مليار آه. ما بشات في خلا عزيز بضراوي من نيتك فاش كنتي كدوي دابا هادشي بالزربة <سؤال> غتقولوا <صفيق> لي يلا سير فاش كتكلم على ان الرجاء هي الاحق بالمشاركه في كاس العالم للانديه معلوم النيسي، لان الوداد اللي بطلات افريقيا تمثيل الاتحاد الافريقي خص يكون واحد من البلاد اللي مثل البلد المضيف اللي خص يلعب الافتتاح وعلاش ما دارش هاد القضيه وعطوها الاهلي وخويا <applause> إيه درنا لي زانستون شفنا مع جرينا اغوش يا دروات باش ندخل في ما ال... بس قلتيش فوزي القجاع علاش ما آه ما دافعش على المشاركه في الرجاء ماشي فوزي اون بيرسون ولكن الناس الجامعه قال لك كاين قانون الفيفا واضح تيقول جوج الفرق من نفس تنتمي الى نفس الجمعيه وما تيقول جمعيه الجامعه ما تشاركش ما تشاركش داك الشيء علاش مشات الاهلي عزيز بدر ما كيفكرش يدير السياسه كيف ما داروها ابدا قلت لي من نهار تشوفوني في شي لائحه ديال الانتخابات ولا شي مسؤوليه ولا ارجموني يا جماعه والو والو كاين احزاب اللي كيعيطوا لك يقول لك بدراوي مرحبا بزاف اش نشوفوك مع ابدا مع الا شفتوني <applause> انت يا مرحل. شوف الا شتيني دفل عليا انت يا حاشا لا حاشا باش باش هذا الموضوع تيقولوا وراه تيبداو هكا وتيمشيو مع الوقت شوف هناك الله راه كتوجد كيتوجد توجد واحد القانون اللي غيفصل بين السياسه وبين الرياضه غتولي واحد حاله تنافي مزيانه مزيانه خصنا الرياضه تبقى في الرياضه وما نسيش دابا الناصري خصو يقلب على لا ما تجبدليش اخويا الناس كيفاش الناس راه رئيس فريق وعضو مكتب السياسة و... و... لا وانت شتي على الناصري شحال من واحد راه الناصري ولي رئيس فريق دابا لا راه كاين ناس كاين اسفي كاين وجده كاينه بزاف ديال اللي اللي كاينين المشوشين انت قول انت اللي بغيت يا رضوان قول انت اللي بغيت اخ عزيز المدراوي ب تعليق سريع بدون لغه خشب عقوبه قاسيه على جمهور الوداد <applause> هادوك الا كانوا هادوك الجماهير ديال الوداد في الحقيقه خاص لان خصنا نرقاو بهذا المستوى ديال الجماهير وخصنا العنف نحاربوه باي طريقه ديال الجماهير وكاين مطالب بمنع تنقل الجماهير بسبب الاحداث الشغب اللي كثرت هي صعيبه دابا شتي الجمهور هو يتسبب في خساره الكلوب الى ما لعب ها هما ما غيدخلوش ثلاثه الماتشات عرفتي شحال كيتقام فرقه بحال الرجاء وبحال الوداد ديال المدخول ديال الجماهير تضيع فرقتك في واحد فاسين واحد 600 مليون ويمشيو الدراري صغار تي يهجموا على الحوانت وعلى ياخذوا بيمويات والفرقة تحرم من 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 600 مليون ولا ولكن انت الفرق ما كتحملش مسؤوليتها كل شيء كيقول لك غير محسوب ولكن الجمهور ديالك ولكن اي ولكن شكون اللي جا واش مشاو دابز لعبات فرقه جوج الفراقي في واحد المدينه نقولوا الرجاء اللي دارتها ولا جمهور الرجاء مثلا ولا راه واحد من هذوك راه حكموا عليهم بجوج والصلاه والنبي فمشيت مشيتي لقطر؟ لا ما مشيتش علاش؟ ما لقيتيش البيي؟ لا هذا موضوع ثاني مش ما لقيتيش البي لا خويا البي كان عندي انا نوريك البي ديالي انا عندي كان عندي ظروف خاصه شريتي قطعت هذيك ديال هي اللي كتدخلك لكاع آه. لك الماتش اه, آه. آه. تهنيتي انت كاع دونك ما لقيتيش مشكل انا ما دخلتش كاع لديك الحريره اللي البي ولا حتى اللي بي اللي خلاو ليا آه. آه. العصبه والجامعه ما خديتهمش كاع بالناقص آه. شي شحال واحد يبقى بعيد على الصداع اه, آه. وي هادشي اللي تعلمت انا في الرجاء بعد عن الشر وغني له <applause> عندك كلمه اخيره للجمهور هذه واخا ما كنديرهاش ولكن بما انك منك انت, انت رجاوي دخلتك انت رجاوي واعترفتي بها ما تقول لي انا غساهم ساهم لا لا شو ما تساهمش يا خويا صافي راه توني دراجه وداك الشيء لا لا انا انا لك ليك توني دراجه؟ نسيفطو صافي ما كاينش لا وعد هذا وعد يلا سير وشوف وصيفط لي توني دبركان راه مفوزي والله ما عطاني واحد بالله ايوا دابا نهضر معاه نهضر معاه شوف انا <applause> تكلم مع الجمهور الجمهور ديالنا شكرا سي رضوان على الاستضافه شكرا على المتاح لي انني نتواصل مع الجماهير ديالي آه... الاكراهات قدامنا انا تنقولها عليهم وخاطب الجماهير الحقيقيه لان راه هي اللي تتهز الفريق ان هي اللي تدعمه. عندي كل امل انها آه... تساهم في هذه العمليه هذه ماشي غير تساهم تاثر معايا هاد الجماهير الرجاويه الملايين اللي كتقول الباج فيها خمسة المليون وحنا يلا واصلين ل 1700 واحد لي لي اللي اللي كونتريبيات في لوبيراسيون هذه رابور لو راجا ماشي بدراوي اي مسير مسير واحد الوقيته غيمشي بحال هكا خصنا نتضافروا كاملين نحطوا اليد في اليد ولا بد راه يد وحده بوحدي راه ما نقدرش نجري هاد الشيء كانوا معايا وسخنوا لي كتافي راه نزيد نواصل معاهم الكفاح أه لا ما كانش ما كانش ما الله غالب انا قلت لك عندنا فرقه غنمشيو بها بغينا نغطيو الخصاص الفراغ هو غير البارح طاحت الفكره ديال خصك تخلص عطيتها اللاعبين اللي عندك معاهم معاك اليوم اللي فيها نص مليار تاهية هي والله يخرج تربيزك على خير يا ربي يخرج على خير تاهية نسينا والو كريم نسيك دزنا كل شيء فهمتوا الرجويين كل شيء شنو واقع عندكم والحكم كما العاده غيكون للمستمعين والمشاهدين شكرا عزيز البدراوي شكرا على علامة الإدريسي في إخراج الصوت كريم نيسي في إخراج الصورة اسماعيل الروحي وصفاء سراج الدين في تصوير حواراتنا دائما بدون لغة خشب بدون مواد حافظة خلينا من بعد رفعات الجلسة